السلام عليكم. احنا من اشبه العرائش بالنسبه لنا، كنديروا واحد الخلاصه على حسب المشاركه اللي درنا في هذا الدوره اللي درنا في بكارب بمساهمه رئيس الجمعيه خي بوسلام، وكنشكروا. حنا كنبغيو في العرائش يكونوا بحال هذه المساهمات هذو، يكونوا الدورات ثلاثه المرات في العام ولا اربعه، باش نكتشفوا الابطال ونكتشفوا ونديروا التنقيب على الدراري. اما بالنسبه للعرائش، حنا راه خدامين لمده 3 سنين هذه، واخا ما كاينش الدعم المعنوي ولا المادي، راه اشبال العرائش كيكون عنده المشاكل بزاف. بالنسبه لاشبال العرائش راه عندنا نتائج مزيانه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الشمالي كامل، عندنا العدائين هنا. المشاركه ديالكم في هذا المشاركه ديالنا راه المشاركه ديالنا في ديال بكاره كانت الحاصله، المشاركه ديالنا في هذه الحاصله ديال هذه الدوره ديال بكاره. بالنسبه لنا راه عندنا 3 سباقات، عندنا امين، عندنا سهام، عندنا ايا، عندنا الدراري مزيانين. وحنا بالنسبه لهذا العام راه عاد بدا العام، بالنسبه للعدائين ديالنا راه ديما كنشاركوا وكنجيو للوالا، ونتمنوا حنا هاد السباقات يكونوا دائما جوج المرات ثلاثه اربعه في العريش، باش الاشبال والاشبال والانديه. شنو هي الظروف الاستعداد اللي عملتوها ووجه الصعوبات اللي واجهتكم اذا كان هناك بعض الصعوبات اللي واجهت النادي؟ الصعوبات اللي عند النادي بانه وحنا النادي خصنا الانشطه بحال هاد الانشطه تكون في المدينه، باش الدراري ديال النادي كيبانوا. حنا كنمشيو لمدن اخرين، كنمشيو لطنجه، كنخسروا المازوت وكنخسروا داكشي باش نشاركوا في حنا ما كرهناش هاد الانشطه تكون في العريش. كنديروا واحد النداء للرئيس المجلس البلدي، العامل، الناس ديال الرياضه كاملين في التربيه الوطنيه اللي هي شاده دابا الرياضه. نتمنى دير مبادرات وتبقى دير الدورات بحال هادو، ودعم الانديه باش ينظموا بحال هاد الدوره. وكنشكروا الناس ديال بكاره، ونشكروا ديال الناس اللي ساهموا.